عندي الفحص الثالث للبروتين اللي هو عن الهيلر رينج تيست. من اسمه هيلر رينج معناها انا بدي استنتج او اعرف انه النتيجه اللي بتتكون عندي اللي هي رينج، انا لازم اشوف رينج للبوزيتيف ريزلت. هاي شغله. الشغله الثانيه هو بيدور لي او بيكشف لي عن الاروماتيك امينو اسيد اللي هي حلقه البنزين. تمام. فعندي التريبتوفان اللي هو عباره عن امينو اسيد واحد، عندي الإيج ألبومين اللي هو عبارة عن بروتين، وعندي الجلايسين اللي هي عبارة برضو عن أمينو أسيد واحد، وعندي شرط هذا التست اللي هو شو الكونسنتريتد HNO3. تمام. بدي أكون أنا كتير بكيرفول بالتعامل مع هاي المادة لأنها حارقة ومؤذية. فأنا بدي أحط بالأول 4 ml من هاي الثلاث مواد، وبعديها بحذر وعلى الجدار بدي أضيف الكونسنتريتد HNO3 وأشوف شو بده يصير معي. هلأ حطيت أنا 4 ml من هاي المواد عندي، هلأ بدي أحط الكونسنتريتد HNO3. طبعا أنا الأحماض القوية لما بدي أضيفها لازم أضيفها على الجدار. هذه بالنسبة للتريبتوفان. بعديها بدي أضيف على الإيج ألبومين، وبعديها بدي أضيف على شو على الجلايسين. نشوف مثلا بالأول الإيج ألبومين. زي ما إحنا شايفين الحلقة تشكلت وتكونت عندي، معناها هو إيش أن أروماتيك، يعني في الأروماتيك رينج، أو عندي أنا الحلقة البنزين موجودة عندي. عندي الثاني اللي هو التريبتوفان، ما بعرف إذا واضحة عندكم أو لا، بس الحلقة برضو موجودة ومبينة عندي بالتريبتوفان، فهو برضو أروماتيك. وآخر شيء بالجلايسين، زي ما إحنا شايفين إنه ما في عندي حلقة اتشكلت، معناها هي عبارة عن شو النتيجة عن نيجاتيف، وهيك إحنا بتكون خلص عنا تيست الهيلر رينج.